استمر الجيش السوري في تصعيد عملياته في أدلب على الرغم من كل الاستنكارات الدولية، حيث أصاب صاروخ مدرسة في المحافظة قتل في إثرها 9 مدنيين بينهم 5 أطفال وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أضاف أن الضربات الصاروخية استهدفت بلدة سيرمين في ريف أدلب الشرقي ما أدى إلى إصابة 15 شخصا بجروح.